السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الله يدخل عليكم هاد السنة بالصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله، وكل ما كتمنوا وتحققوا ان شاء الله الاهداف ديالكم. بالنسبة لهاد التطبيق كيف كتشوفوا معايا، هو التطبيق ديال كواي، وشحال من واحد راه كيشرحوا في اليوتيوب وشحال من واحد كيربح منه. المهم حنا يلاه بدينا فيه. بالنسبة لهذا هو الواجهة ديال التطبيق، غادي نخلي لكم الرابط ديال التطبيق في صندوق الوصف، أو تدخلوا غير البلاي ستور غتكتبوا كواي وكتدخلوا واحد الكود، اي كود عطاه لكم اي شخص، او لا تلقاو الكود في صندوق الوصف، غتكتبوا غتدخلوا للموقع، غتبقاو المهم تخدموا على المحتوى ديال هذا التطبيق. حتى هو نفس اليوتيوب، يعني كتحققوا بعض الشروط وفي نفس الوقت كتربح وخصك ضروري من التفاعل في هذا التطبيق. المهم بشويه بشويه حتى نعرفوا المهم الشروط ديال هذا التطبيق. فاش كتكليكيو هنايا جهه اليمين، ديك التاليه ديال جهه اليمين، المهم حيت انا رما ما شلت الشاشه ديال التطبيق، انا خدمت غير بالسكرينات. المهم فاش كتكليكيو على كرياتيف، المهم كتضغطوا عليها غتخرج لكم واحد الواجهه. هذه هي الواجهه ديال التطبيق. هنا كيقول لك بلي ضروري من ديك خمسة ديال الاشتراكات، وممكن تحط حتى 30 فيديو، ماشي مشكل في النهار، ممكن تحط 30 فيديو في النهار والتفاعل كيكون وهذا، وممكن في شهر واحد تحط حتى 10000 فيديو، 10000 يعني حاطين تمايا 100K، يعني 10000 فيديو في شهر واحد. بالنسبة للمستوى الأول هو هذا، كيعطوك تمايا تقرير النمو. بالنسبة لتقرير النمو، يعني أونفوا كتحط مثلا فيديو كيعطوك مثلا واحد لي لايك، كيعطوك لي لايك يعني دوك القليبات، وكيعطوك بعد الاشتراكات، يعني باش كيساعدوا الفيديو ديالكم يطلع. بالنسبة لتمايا ضروري حتى كتحققي ديك 250، باش كتحققي 250 كيدوزوك المرحلة الثانية، المرحلة الفردية. بالنسبة للمرحلة بنفس الطريقة، وخاص ضروري من التفاعل. إلى بغيتي مثلا يطلعو لكم النقاط، يعني هاد النقاط يطلعو مزيانين، ضروري من التفاعل، يعني ضروري غادي يدخل التطبيق وتحط فيديوهات في المحتوى ديالك الخاص، حيت أونفوا كتسالي كل مرحلة، كتم المراجعة ديال الفيديوهات ديالك كامل بحال شكل اليوتيوب، المرحلة ديالك كاملين عاد كدوز للمرحلة عاوتاني الموالية. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة حتى هي نفس الطريقة، ضروري غادي تحقق ديك 201، عاد ممكن عاوتاني كترجعي عاوتاني للمرحلة الرابعة. فاش كترجع المرحلة ديال الألماس، هي فاش كيتم تحقيق الشروط كاملين، وكترجع الفيديوهات ديالك المراجعة كاملين، ومن بعد تما فاش كيتم الأرباح. هذه هي الطريقة ديال العمل ديال هاد التطبيق. كنتمنى تكونوا استفدتوا، واخا شي حاجة اللي بسيطة بزاف، يعني غير دخلوا زعما لابليكاسيون، ودار غادي تقلبوا في لابليكاسيون مزيان، وغادي يطلعوا لكم هاد المعلومات كاملين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تهلاو في ريوسكم، وكنتمنى كل واحد يستفد من هاد الفيديو. من هنا قرر بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، فؤاديك عالصعب يقدر. هنا صدق حلمي وبدا، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني سبق. من هنا قرر بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، فؤاديك عالصعب يقدر. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا
من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وقاديك عالصعب يقدر هنا صدق حلمي وبدأ. قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وقاديك عالصعب يقدر هنا صدق حلمي وبدأ. قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وقاديك عالصعب يقدر هنا صدق حلمي وبدأ. قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وقاديك عالصعب يقدر هنا صدق حلمي وبدأ. قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا